مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات الشوط 32 في هذه اللحظات المخصص لتنافس الإبكار. في هذه اللحظات ينطلق هذا الشوط للإبكار الصعوبة في هذه المنافسة. ينطلق هذا الشوط ونسير مباشرة إلى المقدمة وإلى البداية لنتابع المركز الأول وبداية الشوط. هناك وعد على المركز الأول، محمد بن سلطان بن سعيد بن زايد الاكتبي على المركز الأول وثاني المراكز. أرى القدوم أيضا في هذه اللحظات من قمرة لحمدان بن عبيد بن خلفان العلي على المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول كذلك من نبه لسالم بن راشد بن سعيد بن عبيد الطريجي على المركز الثالث. ورابع المراكز تاريخ لعيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري على المركز الرابع. خامس المراكز مهمة سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيع وصل أيضا مع مهمة على خامس المراكز في هذا الشوط. هكذا هي النتيجة للأسماء المنطلقة، وهناك أسماء لم يحن موعد دخولها في هذا الشوط. ولكن نعود إلى البداية، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى غزوة. هناك بشعار محمد بن خلفان الخاصوني الاكتبي يقدم غزوة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. المركز الثاني القادمة هناك نبه لسالم بن راشد بن سعيد بن عبيد الطريجي على المركز الثاني وثالث. المراكز تقترب في هذه اللحظات، تصل اللي هي راهية. حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي على المركز الثالث. ورابع المراكز حق التاريخ عيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري على رابع المراكز في هذه اللحظات. خامس الأسماء ايضا الوصول في هذا الشوط كذلك منشودة لمحمد بن راشد بن محمد الاكتبي على المركز الخامس. ولكن نعود الى المركز الاول، الى بداية الشوط. في هذه اللحظات بدأت الحركة مع اللحظات الأخيرة في هذا التنافس. هنا من غيرت إلى المركز الأول اللي هي راهية في مقدمة هذا الشوط، تمر وتعبر إلى المركز الأول. راهية حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي ينفرد مع الصدارة على بداية هذا الشوط. يا سلام، تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام إلى مالك راهية حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي على انتصار راهية بالمركز الأول. وسلام يا مليحة. المركز الثاني كان الوصول من غزوة لمحمد بن خلفان الخاصون الكتبي. المركز الثالث كان الوصول في ثالث المراكز من نبه لسالم بن راشد بن سعيد بن عبيد الطريجي. المركز الرابع، رابع المراكز اللي هي تاريخ لعيسى بن فارس بن محمد بن سعيد الخاطري. والمركز الخامس كان الوصول من اللي هي حشيمة لسيف بن أربيع الكتبي. إذن مشاهدينا الكرام، التوقيت الزمني 3 دقائق.